حلوة حلوة بلاش فضايح. أنا مش جاي أذيكي، أنا عايز أفرق من هنا. أشيل إيدي ومش هتصوتي؟ بس وحيات قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما. لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها؟ انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت، يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الاعور على عينه، قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اروح. ها؟ هتعمل اللي انا هقول لك عليه ولا ازعلك؟ نعم يا روح امك، منك له هيكون راح فين؟ اتبخر يعني؟ انتوا رجاله انتوا؟ يا سليم باشا اطمن، احنا مأمنين الفيلا بره وجوه، هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحتك يا كبير قلت لك انا فين؟ سيبنا روح ودار مدخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصه تخرج كده تخرج كده تعور الحلوه، ولا ايه يا صاحب الحكمه؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني، قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. وانت نعيم اعمل كاسين ليا انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. ما كانش ينعزى كبير، بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعال اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير. هحضر بيك ليه؟ وانا محتاج واحد زيك. هو لو مؤاخذة واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالاتي يعمل بيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده دمك تبقى دعيالك. انا امي ما شافتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو هتتعبوا نفسكم وتضربوني؟ انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان، فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه. وبعدين انتوا مش عارفين انا مين؟ انت مين يا واد؟ سيد مسلة. مسلة يا كذاب، ده انت تبقى اقصر مسلة شفتها في حياتي. سيبوه وامشوا. ارمي السلاح وحمار منك روح وامشوا. مش حد من الرجاله يهاوب ناحيه الفيلا. هتوقف لي كده كتير؟ انا لو عاوز اخلص عليك هخلص عليك في ثانيه، وانت عارف كده كويس. العوافي يا زينهم. العوافين يا زوزه اللي ما فيش زيك اتنين. ما تيجي يا بنت انا وانت نتفرج على فيلم احاسيس. يا شيخة ليه؟ بقول لك ايه؟ ما شفتش فارس؟ فارس؟ انت عايز ايه من فارس يا زوزو؟ من امتى في بينك وبينه عمار؟ لا يا اخويا ما خلاص، رجله جات وبقى تبع الكوبانيه. الله 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 الله، يبقى انا كده اديت رسالتي في الحياه. سلاحي سعادتك. سلاح اللي هو بيموت بني ادمين؟ انا ماليش في السكه دي خالص يا باشا. كويس انك بتختار سكه لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس انك بتختار غلط. ما هو يا اما تبقى مننا يا اما هتبقى علينا. ساعتها يبقى الله يرحمك ويحسن ختامك. اللي مزعلني ان سعادتك ما شايفني صح. الظروف خلتك تشوفني حته عيل حرامي، بس والله العظيم انا طول عمري ماشي في السليم. ربنا وحده يعلم ايه اللي خلاني امد ايدي. عشان تعالج قريبتك مش كده؟ انت مخابرات ولا ايه يا باشا؟ انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. بصراحة يا انت عجبتني وخيشت في دماغي على الاخر. انا محتاج رجالة زيك صفحتهم بيضة يشتغلوا معايا. ساعتها بقى مش هتبقى محتاج تكسر عربية عشان تسرق ساعة ولا موبايل. شكلك وش فقر يالا ولا ايه؟ احنا شبعنا فقر يا فارس. مقضية بعون الله يا باشا، ان شاء الله سهلة واختها مش مستاهلة. اسكت انت، اسمع منه هو. وافق يا فارس، وافق وانت اللي كسبان. هات لي شنطتي يا نعيم. اوامرك يا باشا. ايه
باشا. قول يا فارس. عشان ايه دول؟ عشانك. تدفع منهم حساب المستشفى بتاع قريبتك وتظبط نفسك انت والمسلة القصيرة دي وترجعولي بقى نبتدي شغلنا. مد ايدك يا فارس وقول لسليم بيه يدوم العز. يا عم انت لسه هتفكر؟ حد يقول للعز لا؟ مد ايدك خد الفلوس وبص على ايد عمك الحاج. يلا ما تكسفوش. ما شفتش كاسك يا فارس. وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا وقل نرسى نرسى على مينا. ترى احنا داخلين على ايه يا مسلم؟ بعون الله داخلين على خير وعز وهنا عمرنا ما شفناه في حياتنا. بعون الله ايه يا ابن الحشاشه؟ ياد ما توزناش على الغلط. هذا احنا داخلين سكه مش عارفين اخرها ايه. يعني انت اخويا عارف اخره الفقر اللي احنا فيه ده ايه؟ عايزين نعيش يا عم زي الناس دي ما عايشه. عايزين ناكل احلى اكل وننام على احلى فرش ونصاحب احلى نسوان هشكه في الدنيا. اللي عايزنا نفضل مدفونين في التراب ده. فرصه ما بتجيش غير مره واحده وما ينفعش نضيعها من ايدينا. انت مين يا ده اللي استمات مسله؟ علي نعمه انت اله الشر عند الفراعنه. يا ده انا عارف ان الزمن اللي احنا فيه ده الحلال بقى حرام شرعا. بس سيبنا قلبها في دماغك يابا. المواضيع دي ما فيهاش قلبها ولا شقلبها. العالم واصله قوي. يا اما نبقى معاهم وزيهم يا اما هتبقى نهايتي انا وانت يا جن. امسك. ده نوعه ايه دي؟ ظهرت الزهره ولا الثوره مستمره؟ لا دي الطرف الثالث. لسه الواد الظابط ده ما تهدش يا تهامي. لا لسه. بس ما تقلقش. مفيش حد من القيادات الكبيره مهتم علشان الواد معهوش دليل بجد يقدمه لهم. هو ده بقى اللي بيفرق علشان يوصل. اتصرف معايا يا اخي. انت منهم ليك سكك. ما هو ده ملوش سكه. عيل جديد بقى واخضر وعايش في الدور. بس انا حاطه تحت عيني لحد ما لقاله صرف. واحنا برضو من ناحيتنا يا باشا لازم نهدي اللعب الفتره اللي جايه دي. ما ينفعش. في بضاعه لازم تتسلم واصحابها مستعجلين عليها قوي. وبعدين يا اخي احنا بقى لنا فتره نايمين. تشبعت ولا ايه؟ لا باكل اهو. بس ممكن الفترة اللي جاية نخلي بالنا قوي ونأمن نفسنا. متقلقش. أنا هعمل احتياطاتي كويس. أنت فاكر إن أنت هتقدر تخرج من هنا؟ أنت مش عارف أنت بتتعامل مع مين؟ ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت. سليم الوزان على نفسه. ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة. أنا مش عايز منكم حاجة. أنا عايز أروح. بس وحياة قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما. لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. تسلم يا بيه. خد يا عم عيب احنا اخوات. ما شاء الله رجالتك عينيها مليانه. ازيك يا باشا؟ عموم. انما ايه الاسلحه دي كلها يا فارس؟ ده المنيو يا باشا. هو ده بس ولا في تشكيله ثانيه؟ لا في اسلحه ثانيه بأطباع التيشيرتات الجديده. لسه شاريها جديد من خير سعادتك. برافو. سعادتك انا ماشي بمبدا احب ما تعمل حتى تعمل ما تريد. وبعدين احنا جاهزين للشغل ورفعنا شعار ان اردت النجاح تاجر في السلاح. برافو. انا احب الرجاله اللي دمهم حامي على الشغل. بكره اول طلعه ليكوا انتوا الاثنين. اي حاجه تعملوها هنا انتوا الاثنين مفيش تالت يعرفها. ادينا الثقه بس يا باشا. الرجوله افعال مش كلام. اما نشوف يا فارس هترفع راس سليم بيه ولا فلح تتشطر عليا انا بس. ادينا هنجربه. لو طلعت قدها هدلعكم انتوا الاثنين اخر دلع. ان شاء الله نكون عند ظن حسن سعادتك. نورتي بيتك والنازله يا ست الناس. ربنا يخليك لينا يا ابني ويديك على قد نيتك. طب نام انت بقى يا اما وارتاح. الدكتور قال لك ما تتعبيش نفسك خالص. حاضر.
يلا يا فارس يلا نسيبها ترتاح. تصبح على خير يا ام صفية. ربنا يبارك لك يا ابني. وحشتيني. لا وحشتك ولا وحشتيني. في يا بنت انت ملبوسه ولا ايه؟ في انك متغير وحالك مش عاجبني يا فارس. مش عاجبك ليه؟ الفل الفل اهو ربنا كرمني اخر كرم وفتح عليا من واسع واشتغلت مع ناس واصله زي ما قلت لك وكله تمام. ايوه ايه بقى الشغل اللي بيجيب لك الفلوس الكتير قوي دي كده من قبل ما تبتدي؟ فلوس كتير قوي عليا ان اعمل لك قصه الحب اللي بيني وبينك لو كنت افتكرتك حقوده فيها رؤيه. هو تحقيق كل شويه جبت الفلوس منين جبتش الفلوس منين؟ انا واقف مع جهاز الكسب الغير مشروع شغل بالحلال وكله في السليم ومفيش اي خوف على مستقبلنا. طب طلع المصحف كده واحلف عليه. ايه نسيته؟ تقريبا وانا بغير الهدوم نسيته في الطقم اللي لسه قلعه. بس انا كل يوم بغير طقم جديد مش زي زمان من العيد للعيد. نسيت المصحف يا فارس؟ فيها رؤيه انا كده هتخنق منك. انا مروح انام عشان عندي شغل الصبح بدري. فارس يكون في علمك انا لما حبيت فارس اللي قال بابي واللي عمره ما مشي في طريق الغلط حتى بعد كل اللي شافه. لو اتغيرت بقى مش هتبقى فارس اللي انا حبيته ساعتها. انت من طريق وانا من طريق. طريق كله تكاتك وميكروباصات انما انا طريقي مسافر ما فيهوش مطبات. عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك يا رويه؟ ان انت الفقر بيجري في دمك انما انا عندي طموح. بكره تعالي يا رويه لما تدوقي طعم العزه تعالي. اتحركت يا فندم وفي طريقها ليه؟ طب خليك وراهم من غير ما حد ياخد باله منك. تمام يا فندم. خير يا باشا؟ ابدا وحشتنا بس بقالك كتير ما بتعديش. طول عمرك صاحب واجب يا باشا. في ايه؟ لا ما نستغناش. فتش العربيه. لا 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 معلش مش من حقك. انا عضو مجلس الشعب ومعايا حصانه. الحصانه على راسي. وبعد كده مين قال لك ان احنا نفتش العربيه دي؟ فتشوا كل العربيات الا العربيه دي عشان دي واخده حصانه. تمام يا فندم ما لناش حاجه في العربيات. بقول لك ايه يا عصام؟ انت مش ناوي تجيبها لبره بقى؟ مش ناوي تتهد؟ اتهد؟ تصدق ان هم كانوا بيدلعوني وانا صغير ويقولوا لي يا رزل. طيب يا رزل ما تزعلش انا بدلعك. اطلع يا ابني.
زي ما توقعت ما تعديش ولا عربيه من عندك الا بتفتش. دورتها في دماغها ده سايد حكايه السلاح دي. وصلت لايه يا حبيبي الحب؟ وصلت ان التجاره في السلاح دي سلاح ذو حدين زي السكينه، لو قشرت بيها برطانه واديتها لواحد يتيم حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. طب لو نفس السكينه دي غزيت بيها الواحد اليتيم اللي انت لسه مديله البرتقانه حلال ولا حرام؟ حرام طبعا. لا حلال، لان الواد ده مش يتيم وبيكذب علينا. خد حلوه الحشيشه دي. جايبه من مين؟ جايبه من الواد حماده النجس اخو منى بستله. وما اشتريتش ليه من الواد وائل بلغه ما خنجات كارتيلا؟ لا ده واد الحشيش بتاعه فيستك، انما ده حشيش حلويات. الواد زعبله حلويات. جمال قلوط حلويات. ايه ده قلوط؟ كمين 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 ارمي السجاره. انا مش قلت لك التجاره في السلاح دي سلاح ذو خزنتين؟ رخصة. ايه يا باشا؟ اه يا باشا. والله العظيم بحبوك لله في الله. ماشي. مع ان سيادتك تاني كمين وقفنا، كمين المرج وقفنا وشدت مع الضابط مشده سلميه جدا. انزل يلا افتح لي الصندوق. وانت كمان انزل معاه. ايه ده انا؟ انت انزل. خيرك يا باشا، بتنجان قلايط وقوطة. باشا وصبحة كمان لو عايز حاجة للجماعة يعني. انت هتهرج يا روح امك. فتشوا العربية. حاجة يا باش. مفيش حاجة يا فندم. بالسلامة. بنقدم انعدامها كبير. استأذن سعادتك بس الرجالة ممكن يطلعوا لنا الأقفاص؟ واحنا فاضيين يلا. شيل انت. على النعمة يا باشا، احنا بنشيل من زمان قوي. على الطلاق يا باشا، الخدمة في شرطة الشعب أقسم بالله. سرعت لها كبير. بس اهدى على نفسك شوية. انت مش فاكرني ولا ايه؟ امال فين بدير؟ ده نعيم، حد يقدر ينساك برضو؟ فين البضاعة؟ موجودة. نزلوها. اشوف الفلوس الأول. هدوا الفلوس. اتحرك يا مرسي. ماشي. سلموه البضاعة. تمام يا كبير. اثبت مكانه. اثبت.
محذرين يا ولاد الكلب. ايه ده سيد؟ انت فين يا؟ مش قلت لكم هيجوا زي الفيران؟ عيب ده انا كبير. هي العيال ملهاش لازمه، بس الخوف كله من زعل سنين. بقول لك ايه؟ كده كده هو هيفش غله في شويه النسوان اللي بعتهم لنا، ويحمد ربنا ان محدش منهم اتقبض عليه. هعوضها له العمليه اللي جايه. دماغ سمك. اثبت يا اثبت يا خروف منك ليه؟ اثبت يا شبهها منك ليه؟ اللي هيتحرك من مكانه والله لا اقول له. ده سيد يا جد اشحن القطيع على الثلاجه. يلا يا شبهها منك ليه على الثلاجه؟ يلا افتح الباب. يلا 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 يا دي افتح الباب وبالراحه للثلاجه فوز. يلا يا اللي هيخرج من الثلاجه هموته. تعال يا كتله تعال. انت هتدوسني ولا ايه؟ اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن هيقرفه. الفلوس فين؟ مفيش فلوس، بضاعتك في العربيه زي ما هي، خدها واتكل على الله. اه الكلام ده في شارع ماما. لخص يا جن. الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ التالتة في دماغك، فين الفلوس؟ يعني ايه الحكومة كبست؟ ده اللي حصل سليم باشا. والبضاعة؟ وفارس وسيد حصل لهم ايه؟ سعادتك يا هانم أول ما حصل ضرب النار كل واحد مننا جري في حتة. يا باشا سعادتك أنا شاكك في العيال دول لا يكونوا مرشدين أو عاملين علينا لعبة، ما هو سعادتك يعني إحنا دخلناهم في وسطينا من غير حتى ما نتقص ولا نعرف أصلهم ولا فصلهم. تعبيط يا نعيم ولا بتستهبل؟ إذا كان تهامي بنفسه اللي جاب قرار العيال دي، لا أكيد حكاية غير كده. اطلب لي التهامي. كلك نظر يا أبو المفهوميه.